السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. يظهر خصنا نخدو تهديدات الجزائر محمل الجد، والمؤشرات كلها كتأكد على أنه غادي في خط تصاعدي وتصعيدي، وأنها تهيئ الشعبي المغربي والجزائري إلى الأسوأ، وكذلك تهيئ الرأي العام بصفة عامة. غادي دقة وكل ما الشيء اللي كنشوفوه فيها كيبين بأنه فعلا تأبطت شرا، وكيبان فيها على حسب القرائن على أنها محرشة، يعني شي واحد محرشة، لأنه اللي محرش ما كيقتنعش بالهضرة اللي كتهضر معاه، ما كيقتنعش بالعقل، ما كيقتنعش بالنصيحة، كيكون موجه وعامر وما كيسمع حتى شي حاجه. خصو المهم انه يمشي ديك الحاجه اللي باغيها واللي مسخر ليها. كنشوفوا على انه شحم واحد ولا شحم دوله ولا شحم من اصدقاء انهم دخلوا باش يحاولوا يهدوا الموضوع، الجزائر ترفض، بمعنى انها كتشوف على ان المصلحه ديالها في التصعيد وفي الوصول داك الشيء اللي في راسها، وبانها مدفوعه وكاين اللي متصرها. وهذا هو السؤال اللي خصنا نطرحوه، ونرجعوا للخطاب الملكي السامي ديال ذكرى ثورة الملك والشعب. ومازال كنذكر المغاربة بهاد الخطاب السامي التاريخي واللي وجه فيه جلالة الملك رسائل واضحة واللي خصنا ننتبه لها، على أنه كاين دول اللي شافت بأن المصالح ديالها مشات في 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 المنطقة، ودول اللي كتشوف على أنه حنا في الدول المغاربية ما قادرش نسير نفوسنا بنفوسنا، وكيحاولوا أنهم يحافظوا على مصالحهم ويدخلوا لنا في عدة أمور. فهذا الشيء اللي وقع على أنس أن الكل مقتنع، حتى الفاعلين والمحللين والمتتبعين فعلا مقتنعين على أنه الجزائر كتقوم بواحد المهمة وسخة لصالح قوى استعمارية، لصالح أسيادها، لصالح دول تسمى عظمى او كبرى. ولكن السؤال اللي كنطرحوه، شكون؟ هذه المساله طرحتها في حلقه سابقه، كان كيقول فرنسا، كتوصل توجه الاتهام الى فرنسا. انا فرنسا لا ابرئها بصفه عامه، ولكن لا يمكن لها انها تضرب، لان فرنسا عندها مصالح في المغرب والجزائر وتونس، ويمكن في مالي وفي المنطقه كامله، ما يمكنش انها تدفع الجزائر لانها تخلق مشاكل بهذا الشكل هذا، او الى حرب او الى مواجهات عسكريه. فالاتهام موجه للدوله اللي ما كنشوفوهاش في مسرح الاعتراك او المعركه، وهي روسيا. وهنا ما نبرؤوش روسيا، وخصنا نبحثوا مزيان، وكاين عده قرائن اللي كتدل على انه روسيا تتهيأ إلى شيء ما، وتتحرك وتحرك الجزائر لمواجهة عسكرية أو لمواجهة ليست في صالح الشعبين المغربي والجزائري. في هذه القضية ديال روسيا كاين رأيان يتنازعان. الرأي الأول كيقول على أنه روسيا وخاصة بوتين كتدفع الجزائر الى مواجهه عسكريه مع المغرب، وما كتفكرش في المصلحه ديال المغرب ولا المصلحه ديال الجزائر، تفكر في المصلحه ديال روسيا فقط. علاش؟ اولا شافت التواجد الامريكي في المنطقه وخاصه في المغرب، وهذه المساله ما يريحهاش نهائيا، وكتشوف على انه عده مصالح ديالها غادي تمشي، زياده على انه بغات تحبس داك التدفق ديال الغاز ديال نيجيريا سواء عبر الجزائر او عبر المغرب، باش تخلالها الساحه غير هي باش تمد اوروبا بالغاز. اذا دائما الصراع على المصالح، الصراع على المصالح الاقتصاديه بالدرجه الاولى، والمصالح بصفه عامه. زياده على انه روسيا دائما كتقلب على منفذ للمحيط الاطلسي، وكتشوف بانه الجزائر هي حصان طراوده اللي غادي يوصلها لهذا الشيء هذا.
وكتشوف على انه المغرب هو العائق الكبير، وخاصة مع الاتفاقية والشراكة المغربية الأمريكية الإسرائيلية. وفي هذه القضية هذه كنعرفوا على ان روسيا وخاصة بوتين ما كيحنش وكيشوف غير مصلحة روسيا، وبعض الأحيان كياخذ القرار غير هو. وهذا الرأي هذا كيعطي أمثلة من تاريخ ديال روسيا، سواء مقتل السفير الروسي في واشنطن، سواء المشكل اللي وقع الغواصة اللي ضربتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا سمحات في الغواصين ما نقذتهمش، بمعنى أنه فضلت مصالح ديال روسيا على مصالح شعبية أو جماهيرية أو ديال الناس. إذن هنا كتبان على أنه مدفوعة بشكل كبير، زيادة على أن روسيا باغا تمد أو تحرك السلاح ديالها للجزائر، وكتطمعها على أساس أنه كاين أسلحة لفتاكة وأسلحة لكذا وأسلحة اللي ممكن أن تضرب حتى الأقمار الاصطناعية. كاين رأي آخر اللي كيفند هذا الأطروح ولا هذا الطرح، كيقول ما يمكنش أن روسيا عندها مصالح في المنطقة، وعندها علاقة مصالح مع الجزائر، وعندها علاقة مصالح مع المغرب، ولا أدل على ذلك من اتفاق ديال الصيد البحري. كتقول على أنه كتحافظ على هذا التوازن وما يمكنش أنها تضرب مصالحها، وبالعكس على أنه شافت تأخرت على في علاقتها وتطوير علاقتها مع المغرب. فأمريكان لعبت خفيف وسحبات البساط من روسيا. روسيا كتحاول موطئ قدم، تكون عندها موطئ قدم في المنطقة، وبالتالي كتشوف على أنه المغرب ممكن أنه يحتضن التناقضات أو التضاد أو علاقات المضادة، بمعنى أنه في المغرب يقدر يكون تواجد الأمريكي وتقدر يكون تواجد الروسي حسب المصالح وحسب اتفاقيات بدون إضرار بأي جهة من الجهات. والرأي الداعم لهذه القضية ديال روسيا كيشيل وجود ديال فاغنر. الفاغنر هي شركة خاصة عسكرية حربية كتلجأ لها روسيا، وهي اللي موجودة في ليبيا. وروسيا باش تنكر وتقولش وتقول بأنه احنا ما عندناش تدخل روسي في ليبيا، والناس تكلموا مؤخرا خاصة بعد المقتل ديال السائقين المغربيين، ذكروا بتواجد فاغنر في المنطقة، بمعنى أنه هناك تمهيد لشيء ما من روسيا، وهذه هي اللي كتقوم بالمهمة الوسيخة من الناحية العسكرية، زيادة على المهمة الوسيخة اللي كتقوم بها الجزائر. واللي زاد دعم هذا الطرح وهو الأخبار اللي راجت مؤخرا حول الاجتماع اللي كان في الجزائر على أعلى مستوى، واللي تم طرح قضية الحرب مع المغرب، وكان شنقريحة هو اللي غادي يفات الطرح، لكن الجنرال الآخرين ما وافقوش في الرأي، لدرجة أن الأخبار الرائجة كتقول أنه انسحب وما عجبوش الحال ووقع واحد الشنآن بين الجنرالات، لدرجة أنه شنقريحة أصبح يعني مهدد أو يتوجس التهديد أو الإساءة له من طرف الجنرالات الآخرين، الشيء اللي خلى روسيا أنها توضع فرقة كتحرس، فرقة خاصة لحراسة وسلامة شنقريحة، شنقريحة اللي مكلف على أنه ينفذ البرنامج ديال روسيا في المنطقة. وهذا الشيء كله كيخلي الأمور تمشي بواحد الشكل تسارعي تصعيدي، واللي كيخلي على أنه خاصة أن الجزائر بدأت كتلمح لواحد مجموعة من الأمور، وكاين تصريحات كتقول بأنه كاين إجراءات واحدة أخرى كدار، وخاصة النقاش مؤخرا اللي وقع حول منطقة ديال زلمو في منطقة في الناحية ديال بوعنان الإقليم في جيج، وتواجد حرس حدودي في أرض ما متعوديش عليها، وتطرح السؤال واش هذيك الأرض أرض جزائرية أو مغربية، وكذلك تطرح قضية أنه كان هناك طريق وطني رقم 10 طريق مغربية كتمر على أراضي جزائرية كتدخل يعني في الجزائر، وممكن أن الجزائر جيت تحبس ذاك الطريق أو تدخل في ذاك الجانب. وانا كنت شرحت في حلقه سابقه التواجد ديال الجزائريين في هذا النوع من الاراضي، وان الجزائر غادي تستغل
هاد المشاكل والغموض اللي كان في هاد الحدود باش تخلق مناوشات واستفزازات المغرب. والان النقاش وقع حول هاد المساله هذه، والناس كتجبد في الخرائط وكتقول بانه هذه ارض جزائريه، هذه ارض مغربيه، حتى النقاش تنصب حول ديك الطريق واش داخله في الارض الجزائريه ولا لا. والمناضل الجزائري وليد كبير ارسل لي وقال لي بانه الجزائر وضعت في الامم المتحده خريطه اللي كتبين بانه هذيك الطريق كتخترق اراضي جزائريه، يعني ديك الطريق المغربيه كتخترق اراضي جزائريه. والصديق ديالنا الباحث المغربي سي الوصيف صيفطنا عاوتاني فيديو كيأكد بانه على ان جوجل ما عندهاش الدقه في الخرائط، وبين بالبحث واعتمادا على نص ديال اتفاقيه ترسيم الحدود على انه هذيك الطريق ما متوجهش نهائيا في التراب الجزائري. اذا كاين غموض، كاين مشاكل، الشيء اللي كيجعل بانه ربما الجزائر تستغل هذه الامور باش تخلق استفزازات. وهادشي كله كيخلي المواطن كيتبع الامور بواحد التوجس، ولكن دائما خصنا بهدوء وثقه في النفس وثقه في المؤسسات ديالنا وفي الجيش ديالنا وفي القناعات ديالنا. والجزائر هادشي اللي راه باغيه باش تخلق واحد الفزع، واحد الحاله تاع الاستقرار في النفسيه ديال المغاربه. وهذا الدور كيقوم به الذباب الالكتروني الجزائري اللي خصنا نردو منه البال. الذباب كيضرب على جدة وجهات، منها انه يخلق فزع وهلع في صفوف المغاربه، ثانيا كيتكلموا بعض المرات كيتقمصوا ادوار ديال المغاربه، وبعض المرات كيتقمصوا ادوار ديال الليبيين، بعض المرات ديال الموريتانيين، باش كيوصلوا للغرض ديالهم. ولهذا حنا دابا داخلين في حرب الكترونيه، في حرب دعائيه، حرب سياسيه، ونتمنى اننا ما نكونوش في حرب ديال السلاح في ارض الميدان. ولهذا المغاربه خصنا نتعبؤوا في هذه الفتره تعبئه شامله، وخصنا نكونوا مقتنعين ونكونوا مضبطين امورنا وما نسرعوش في اي مساله. وان شاء الله الرحمن الرحيم ديما الفوز المغرب تحت القياده الرشيده لصاحب جلاله الملك محمد السادس. شكرا تمام لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.